السلام عليكم شباب، كيفكم؟ صلوا على النبي يذكر الله. فيديو جميل جدا، لحاجات فظيعة وأشكال روعة. أتحداكم تعرفوا من إيش. بس شوفوا المقسمات وقولوا لي من إيش مكونة. شحالة فخامة صح. أكيد أكيد الآن بتعرفوا. عند الحيوان الحبوب هذا عرفتوا من إيش؟ الآن أكيد عرفتوا. تعالوا تعالوا، في أشكال كثيرة. شوفوا حلاوة الفن، إبداع إبداع. هاي طبعا الكلتشات تبع السيارة اللي يسموه الدبرياش واللي يسموه كلتش، وهنا دينامو. والله شيء فظيع. مسننات على الماكينة، هاي كلها من بقايا قطع غيار سيارات الخربانة، استفادوا منها وسووا مقسمات. وهنا أحلى شيء كأس أوروبا. يلا تعالوا بنشجع المباراة اليوم، هنا بنتابعها. كراسي وكافيه وامورك طيبه وفي شاشه. مباشر مباشر، تعال شيل لك كاس كافيه واجلس اشرب تابع. الله يا اخواني ابداع ابداعها. صمموا لك كرسي من خشبه قديمه وجنزير حق السياره، وهنا اللي نسميه احنا بلاكات وبواقي. كيفك يا طيب؟ ايش اخبارك؟ كلها بأشكال ألوان. فنان فنان اللي أبدع. أدق التفاصيل، أتقنوا أدق التفاصيل. ميزان العدالة. هذا رهيب رهيب. وين نصه؟ أفا عليك، والله مبدع. صراحة المنظر في الطبيعة أحلى من الفيديو بمئة مرة لا يوصف. هذا الحراس على السيارة مشان لا أحد يسرقها. الله داخل محرك. ها يا ترى السيارة دي تشتغل؟ مقود وكل شيء فيها. سوبرمان والأفاتار، هذه دراجة باتمان. شوف 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 الإبداع. شوف 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 حركة. هذا باتمان. لما تجلس تتفرج على الفيديو يعني على الحقيقة تشوف أدق التفاصيل، تستمتع متعة غير عادية. يعني تقول كيف أجت له الفكرة، كيف صمم، كيف فكر إنه يعمل من هذه المقسمات، من الأشياء هاي المخلفات، قطع غيار السيارة، المقسمات الجميلة هذه. المهم بنهاية الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله، ولا تنسونا من دعائكم، وشاركوا الفيديو وإعجاب وسلامتكم. المول هذا اسمه سيتي بارك في مدينة كيل.